هي الحرية ما يصبو إليه العراقيون بعدما امتلأت السجون بالضحايا والبريئين في ظل عملية سياسية شرعت المادة الرابعة للإرهاب والتي تحولت سيفاً مسلطاً على الرقاب وفقاً لمراقبين. آلاف العراقيين يقبعون في السجون خرج ذووهم متظاهرين في بغداد مطالبين بالعفو العام عن أبنائهم والذين غالباً ما سجنوا نتيجة وشاية مخبر سري وفساد نظام أمني وقضائي، ذلك كما تؤكد تقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. ما عندي بيه عذاب، ابصم ابصم، يابا ما عندي شيء، انا شكو عندي؟ على بد مخبر سري، يابا تعال مخبر السري هو وين؟ هو اشتغل شغله شهر واحد وبطل ملعته، وتهمه لك اياه تهمه باطله باطله، قاعد هي الشباب بس هاي قاعده الشباب، لا حبوب لا كبسله لا دنيا، كل شيء ما في لك الله، كل شيء ما عنده. كل شيء ما عنده ابني جته شغله لفوها عليه اصدقائه والضباط. الضباط بمركز الرشاد رادوا فلوس قالوا بالعشرة بالليل ما خليت باب ما دقيت على 40 ورقه حد الثاني خليت ابني 3 أيام لقيتهم مسافرين لغير مركز. اطفال وشيوخ وامهات على فراش المرض لم يمنعهم ذلك من الخروج ورفع اصواتهم عاليا مع التقارير التي تؤكد تعرض ابنائهم المعتقلين للتعذيب والامراض الساريه وخطر فيروس كورونا والتي غالبا ما تودي بحياتهم. قبل اسبوع توفى واحد تدرن دكتور السجن يقول له شو اسوي له؟ ما عندي شو اريد اسوي له؟ وعافوه بالبطانيه ينقلوه الى حين مات بالرصافه الثالثه، نط عناوين، عندنا بالتاجي، عندنا بسجن الحوت بالناصريه، يوميه لو تدرن لو تعذيب لو خو وذول اللي ناخذوا من هشام اللي بالبصرة ولا البقية المدير العام مو من أثر التعقيق والتعذيب توفوا يعني عوائل عندنا ما عاد تقدر تدبر الكروة والسجناء جاي يتعرضون صراحة جاي يتعرضون الأذية وتعذيب وجاي الأمراض فات كبيهم. أنت تدري البارحة تقرير يقول المعتقلين ماكو واحد وزنه تتجاوز 50 كيلو. حتى القضاء في العراق شريك في هذه المأساة مع محاكمات تشير تقارير حقوقية إلى أنها شكلية تبنى على اعترافات انتزعت تحت التعذيب لتصل الأحكام إلى السجن المؤبد أو الإعدام. لكن الأغرب في حالة القضاء في العراق هو عدم تنفيذ أحكام الإفراج وإبقاء المحكومين سجناء رغم صدور قرارات بالبراءة. خطي حتى صوته ماكو ما يقدر يحكي وكاني انا احكي ببكانه بريء عنده تنازل وعنده كل شيء وعنده ادله كلها متهم بريء لا تبي ايش صار له سنه بالسجن وعقبه براءه من القاضي ليش ما يطلع؟ هاي مو تجاره؟ مو 20 دولار على كل نزيل؟ هاي مو احنا اقتصادنا منهار؟ شلون تبني وطن؟ ويبقى العراق رهينا لمظالم مستمره ومتجدده يوميا تشحن أهله بالحزن والغضب ضد الفساد والظلم الجاري. ولعل أهم ما يجذب من يتظاهر حاليا أمام نصب الحرية في بغداد هو تكرار ذات المشهد للافتات والنساء المنتفضات وكسر قضبان السجن ممهدين لنقطة تحول إلى السلام والازدهار وهو ما ينتظره العراقيون منذ سنين.